جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لما يعذب به الميت بسبب النياحة، هل هناك فرق شيخ صالح بين من رضي بذلك ومن لم يرضى؟ من أوصى بهذا في حياته، نعم، لا شك أنه رضي بذلك، نعم، وأمر به، فيكون آثما أشد الإثم، كما قال الشاعر: إذا مت عن عيني بما أنا أهله، بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. كانوا في الجاهلية يوصون بذلك، يعتبر الميت الذي أوصى بذلك في حياته مشاركا لهؤلاء في الإثم والعقوبة والعياذ بالله. لكن إذا لم يوصي به ولم يأمر به وفعل، ظاهر الحديث أنه يعذب أيضا بما نيح عليه حتى ولو لم يوصي به، هذا هو ظاهر الحديث، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا تنصحون المسلمين بأن يوصوا بعدم النياحة عليهم حتى يسلموا من هذا العذاب؟ طيب، إذا أوصى الإنسان أقاربه وأوصى إخوانه بأن يعملوا السنة عند وفاته وأن يتجنبوا البدع والمنكرات والنياحة وغير ذلك، فهذا طيب، هذا يكون قد أدى واجبا. جزاكم الله خيرا.